الأخوة الأعزاء، طلبة ماجستير كلينيكال باثولوجي، نحن على موعد مع تسجيل بعض حلقات مقرر البطنة وما يخص أمراض الكلى، لأن بالطبع أنا هدرس الجزء الخاص بالكلى وعلاقته بالكلينيكال باثولوجي. هبدأ النهاردة بالهايبو ناتريميا فور كلينيكال باثولوجيست كوزس أند ديفرنشال دياجنوزس. طبعا كإنترودكشن عاوزين نأصل هذا المفهوم. أنا السؤال الأولاني، هل الصوديوم أو الهايبوناتريميا ده خلل في الصوديوم ولا هو برايمرلي خلل في المية ووتر ريجوليشنز والأوزمولاريتي؟ تعال نبص الصورة دي عاوزة تقول إيه. لو حضراتكم بصيتوا هنا على الخط ده هتقع الأوزمولاريتي، بلازما أوزمولاريتي، هنا هوت الأندريتيك هرمون، وهنا هوت اليورين أوزمولاريتي واليورين فوليوم. تعال نشوف هنا ده الثريشولد للأوزمولاريتي، في الزون ده يبقى الجسم ان بالانس. لو الاوزمولاريتي زادت يحصل كومبنساتوري ميكانيزم، كومبنساتوري ميكانيزم زياده بتبقى زياده في ثيرست سنسيشن، زياده في ريليز اوف انتي دايوريتيك هرمون من الهايبو ثالاموس طبعا من البوستيريور بيتوتري، يبقى ده زياده الاندريتيك هرمون، ومن ثم الكيدني تعمل كونسنتريشن اليورين بشكل الماكسيمم كونسنتريشن، والماكسيمم كونسنتريشن ده بيبقى مصاحب بلو فوليوم اوف يورين. طيب لو انا شربت ميه كتير الاوستيرم اوزمولاريتي هتبدا تقل شويه، السيرم اوزمولاريتي قلت شويه، يحصل كومبنساتوري ميكانيزمز، سويتش اوف الاندريتيك هرمون، يبدا اليورين فوليوم يزيد لان الكيدني هتحاول تعمل دايلوشن عشان تتخلص من كميه الميه اللي شربت، وبالتالي يفضل الصوديوم في النورمال رينج، تفضل الاوزمولاريتي في النورمال رينج، والجسم يحافظ على نفسه. يبقى ده جزء الخاص بالاوزمولاريتي. في جزء ثاني بريجوليت السيرم صوديوم مهم جدا اللي هو البارو ريجوليشنز. البارو ريجوليشن ده موجود في الليفت اتريوم، ستريتش ريسبتور، كاروتيد ساينس، الاورتيك ارش، الكلام ده بريجوليت الفوليوم. وفي الستيتس اوف هايبوفوليميا الفوليوم ريجوليشن اوفررايد الاوزمولار ريجوليشن. السيركيلاتري هايبوفوليميا ورسنز، serum vasopressin concentration dramatically increases and baroregulation override the osmoregulatory system. محاولة طبعا الجسم مبقاش في هايبو تنشن ولا هايبو فوليميا شديدة. طب تعال نشوف الموضوع اللي بنتكلم عليه النهاردة، الهايبو ناتريميا هل هو موجود بنسبة كبيرة؟ أول جملة بنقولها هي ممكن تبقى source الـ MSQ question، إيه الـ most common electrolyte disorder؟ هو طبعا الهايبو ناتريميا. الانسنس ممكن يبقى 1%، البريفالنس ان سيرجيكال وورز ممكن 4.5%، بريفالنس انتنسيف كير يونت ممكن يصل الى 30%، يبقى فيري كومن. المورتاليتي از مور ذان 50% في صوديوم اقل من 105، يبقى سيفير هايبوناتريميا از اسوسييتد ويز مورتاليتيز. دي استادي اتعملت على اكثر من 300,000 صوديوم سامبلز على مدار سنتين في سنغافورة، وطبعا 300,000 سامبلز ل 120,000 عيان. الصوديوم اقل من 136 في 42%، اقل من 126 في 6%، اقل من 116 في 1.2%، فيري كومن. هنيجي ناخد معلومه هنا، علاقه الهايبو ناتريميا بالايج، هل كل ايج هو نفس الهازرز او نفس البريفلنس اوف هايبو ناتريميا؟ لا، هنيجي نلاقي هنا اهوت ده الادميشن، اللون ده بيعكس الادميشن، اللون الازرق ده بيعكس الهوسبيتال اكوايرد. في السن الصغير او السن الوسط في الادلتس ده ما فيش تقريبا ذا سيم، الاودز ريشيو معناها واحد فولد هنا واحد فولد، يبقى ما فيش ما زادش. لكن تعالوا في السن فوق 60 سنه هيبدا ده الهوسبيتال اكوارد هايبوناتريميا تزيد سيجنيفيكانتلي، وبعد كده نفس الكلام ادميشن اند. يبقى اذا هناك علاقه ما بين الايج والهايبوناتريميا، ذا اولدر ذا بيرسون از ذا هاير ذا انسيدنس اوف هايبوناتريميا يو ويل فايند. نقطة مهمة جدا، احنا قلنا في السلايد الأولانية اللي هي الأوزموستات متظبط على رينج معين، وبعد كده بيبقى كنترولد باي إن الواحد يشرب مية أو الأندريتيك هرمون يطلع وكلام زي كده. هل ساعات بينزل الأوزموستات ده؟ أيوه ساعات بينزل في حاجة اسمها ريسيت أوزموستات، وده ممكن يبقى بدراجز. لكن الموست كومن، وده برضه ام اس كيو كويستشن، ذا موست كومن cause of reset osmostat هو physiological، هو البريجننسي. فتلاقي عشان كده الاوزمولاريتي ممكن تبقى قليله 5 ميزوموم على النورمال بوبوليشن، النورمال بيرسون،
لو شفت الاوزمولاريتي للست قبل البريجننسي واثناء البريجننسي هتلاقيها بتقل، ان بيحصل حتى كمان بيحصل هايبرفوليميا وحاجات زي كده. يبقى الاوزموستات هيقل 5 والصوديوم هيقل حوالي 2، يبقى على لو نورمال في البريجننسي وده نورمال. طيب ده هنيجي بعد كده نعلق عليه. طب ايه الفرق بينه وبين الاندريتيك هرمون؟ الفرق بينه وبين الساد اتش ان هنا الشخص هيبقى عندها هايبو ست البريجننت، هيبقى الصوديوم على اللو نورمال سايد لكن تستطيع التخلص من الووتر لود. طب تعال نشوف الكلاسيفيكيشن في هايبوناتريما ده اكوردنج كلينيكال براكتس جايد لاينز. بنقسمها على حسب البايوكيميكال سيفيريتي وده يناسب الكلينيكال باثولوجي، يبقى عارف ان الرقم اللي هيطلع في التحليل هيقسم لي الهايبوناتريما ل 3 ديجريز اكوردنج البايوكيميكال سيفيريتي، مايلد لو من 130 ل 135، يبقى النورمال كان 135 ل 145، المايلد هايبوناتريميا اكوردنج للبايوكيميكال سيفيريتي 130 ل 135، المودريت 125 ل 129، السيفير اقل من 125. البيز اون تايم اوف ديفلوبمنت اكيوت وكرونيك ده مهم جدا بالنسبه لنا كميديكال. احنا امتى نقول اكيوت؟ لو الهايبوناتريميا ديت ويذين ذا دومين اوف 48 اورز يعني في خلال يومين يبقى ده اكيوت هايبوناتريميا اثناء اليومين دول. ديفاين كرونيك لو عدى 48 ساعه. طب لو انا مش عارف ده اكوت ولا كرونيك بنكونسيدر كرونيك unless there is clinical or anamnestic evidence of the contrary. يبقى ده كلاسيفيكيشن من حيث البايوكيميكال، قلنا الديجريز بتاعته وقلنا الاكوت ولا كرونيك، وبعدين ثالث واحده كورنيك سيمتومز. ما فيش حاجه اسمها اسيمتوماتيك لان ممكن انا اكون متخيله اسيمتوماتيك ويبقى الهايبوناتريميا presented by a typical presentation. وعشان كده بنقول moderately severe hyponatremia وده العيان عنده nausea without vomiting confusion headache. severe هيبدا vomiting ممكن يصل لكاردو ريسباتوري distress abnormal deep somnolence seizures coma. ده يبقى ده severe hyponatremia. واحنا عشان كده بنخاف من neurological manifestations وهوضح النقطه دي بعد كده. ايه drugs and condition اللي تفسر الاكوت هايبوناتريما 48 ساعه؟ يعني البوست اوبراتيف فيس، لو الشخص في البوست اوبراتيف فيس وانا عمال اديله فلويدز كلها هايبوتونيك او بيشرب ميه كتير ممكن يخش في هايبوناتريما لان الاندريتيك هرمون بيبقى ستيموليتد وبقى ريليزد. فاندريتيك هرمون يبقى الشخص مش هيحصل لوس للووتر وهيشرب حاجات كلها هايبوتونيك، يبقى ده انا ببريسبيتيت هايبوناتريما. بوست ريسكشن اوف ذا بروستيت، بوست ريسكشن اوف اليوتراين of endoscopic uterine surgery, polydipsia بشرب ميه كتير exercise ودي هحط له سلايد. السازات مهم جدا جدا كدايوريتك. ليه؟ بيختلف عن الفريسومايد. ايوه بيختلف عن الفريسومايد، هما الاثنين دايوريتكس. دايوريتكس معناها بيخلوا الشخص يتخلص من الميه والسولت والصوديوم، لكن هي النسبه والتناسب. السازايد يخلص البني ادم من الصوديوم والميه، يبقى اليورين ينزل كونسنتريتد. وعشان كده اي حاله هايبوناتريميا وبياخد سازايد سواء برايمر سازايد لوحده او ان كومبينيشن اوف اذر انتي هايبرتنسيف شود بي ستوبد في الانيشال ستيب ان ذا مانجمنت اوف هايبوناتريميا. يبقى السازايد ده مهم جدا وعشان كده نقطه انا علقت عليها. كلونسكوب بريبريشنز سايكلو فوسفاميد لانه بيسنسايز ريتيبولز توارد ابسوربشن لانه بيعمل حاجه سيميليتنج الساداتش. الاكسيتوسين وديسمبرسين سيرابا تريليبرسين فازوبرس كل ده درجز ممكن تعمل لي اكيوت هايبوناتريم. طب انا دلوقتي كلينيكال باثولوجيست وعاوز اعمل اشوف انا همشي ازاي في يعني او الناس بتمشي ازاي كلينيشن بيطلبوا ايه عشان يوصلوا للدياجنوز اوف هايبوناتريميا. اول خطوه وديت خطوه رقم واحد سيرم اوزمولاليتي. لازم نقيس السيرم اوزمولاليتي، المعمل يقيس لي السيرم اوزمولاليتي هيطلع رقم. الرقم ده يا اما انا ابقى نورمال اوزمولاليتي يا اما وبسميها ايزوتونيك وهو هايبوناتريميك، يبقى ايزوتونيك هايبوناتريميا يبقى الاوزمولاليتي تبقى نورمال 280 ل 295 او 275 ل 295 او هايبوتونيك اقل من 280 او 275 يبقى ده معناها هايبوتونيك هايبوناتريميك. او يقول لي لا الاوزمولاريتي عاليه ده اكتر من 295 اوزمول بر كي جي يبقى ده هايبرتونيك هايبوناتريميا. يبقى اذا اول خطوه بعملها عشان ابدا اتكلم في الديفيشنال دايجنوز في هايبوناتريميا ان انا اقيس السيرم اوزمولاريتي. وبتفرق لي بتحط لي 3 بيج كاتيجوريز ايزوتونيك هايبوتونيك هايبرتونيك 1 نشوف ايه قيمه الكلام. نيجي على الهايبرتونيك،
بنسميها ليه ترانسلوكيشنال هايبوناتريميا. انا الوقت في سبب معين في السيرم بيخلي الاوزمولاريتي عاليه. السيرم اوزمولاريتي عاليه بقى الاكسترا سيلولر اللي هو الانترافاسكولار فلويدز الاوزمولاريتي عاليه، فيقوم يسحب من السيلز يسحب منها ميه، فده يقلل الصوديوم. يبقى ده اسمه ترانسلوكيشنال، عشان كده اسبابه هايبرجلايسيميا العيان ان كنترول دايابيتس. اديت العيان مانيتول، اديت سوربتول، جليسرول، مالتوز او راديو كونتراست ايجنتس، كل الكلام ده ممكن يزود للاوزمولاريتي والضغط او السيرم، ومن ثم يسحب المايه تتحرك من السيلز للانترافاسكولار، يبقى اسمها ترانس لوكيشنال هايبوناتريميا. ناخد المثال ده كده نقراه مع بعض، وده مثال منشور في يونيو اللي فات. You are asked to consult on a 58-year-old man with hyponatremia. يبقى عنده hyponatremia. The patient has been paralyzed from waist down secondary to gunshot wound 2 years ago. Over the past 6 months, he has developed decubitus ulcer over each sacrum that are refractory to conservative management. He was admitted 7 days ago for ongoing management. Laboratory data on admission were normal. 6 days ago, بدأ يتعامل مع الوند بجرانيوليتد شوجر 75% جرام، تلات أرباع كيلو جرام، was poured in each wound، يعني بحط سكر في الجرح. In attempt to promote wound healing, the wounds were inspected twice daily and additional sugar was applied to keep the wound cavities completely filled. Over the last 2 days, the patient has developed decreased oral intake. Laboratory investigation revealed hyponatremia. انا مش هخش في التفاصيل التانية، لكن انا هركز على اللي انا عاوز اقوله. السيرم صوديوم 127، ولما اتحسبت الاوزمولاريتي في اللاب طلعت عالية، يبقى انا حالة هايبرتونيك هايبوناتريميا. يا ترى ايه اللي عمل العيان ده هايبرتونيك هايبوناتريميا؟ السكر اللي كان بتحط على الجرح. ليه؟ السكر اللي بتحط في الجرح ده هو ده سكروز. لو انا اكلت السكر هيتهضم، لان انا عندي انزيمز بتكسره في الجاستروسايت تراك. لكن انا لو حطيته على الوند بيمتص من الوند از ات از، فيبقى سكروز، فيعمل لي هاي اوسمولاليتي. يبقى ده احد اسباب الترانسلوكيشنال هايبوناتريميا. طبعا ديت ماهوش كومن او براكتس، لكن الكومن هو الانترول دايابيتس، والمسطره دي جميله جدا. تعال نبص. انا دلوقتي قست السيرم بتاعي الصوديوم لقيته 135. لو الجلوكوز بتاعي 100 يبقى اللي انا الميجرد هو ترو، لانه هو 135 135. طب افرضوا الجلوكوز بتاعي مش 100، لا 700 700، هاجي احسب الصوديوم على 135، بس هو اكشوالي يساوي 149. يعني الشخص ده لو ظبطت السكر نزلته نورمال، الصوديوم هيبقى نورمال. يبقى ده انا مش محتاج بس غير اعرف الكلام ده. هايبرتونيك يبقى عالج الايتيولوجي، ان كنترول دايابيتس اظبط السكر، ماتيريال بديها اوقفها، وهكذا. يبقى الصوديوم هيتصلح اوتوماتيكالي. ناخد مثال تاني عشان تتضح الاشياء. لو السيرم صوديوم خليه 95 او خليه 100 100، لو السكر 100 هيبقى انا 100، لان يبقى سيفير هايبوناتريميا. لكن تعالوا بقى لو هو هنا هو 800 بقى 117، يعني انا ممكن ال 100 دي اتفاعل معاها بعنف شديد وده يبقى غلط، لان هي 117. فيبقى المسطره دي مهمه، وعشان نريح نفسنا في معادلات لحساب الكوريكت سيرم صوديوم. يبقى انا whenever السيرم جلوكوز نورمال مانيش عاوز اعمل المعادله دي. السيرم جلوكوز مش نورمال بحسب بالمعادله، يعني الميجر صوديوم زائد 2.4 من 10 مضروب في الفرق ما بين السيرم جلوكوز اللي موجود ناقص 100. يعني لو عندي الصوديوم 130 والسكر 600، يبقى زاد السكر عن ال 100 5. 5 في 2.4 من 10 هيساوي 5 في 2 ب 10 و 45 يبقى 12. 12 لو انا كنت قايس الصوديوم 130 ضيف 12 يبقى 142، يبقى انا ماشي ما فيش هايبوناتريميا خالص. يبقى ده كوركتنج صوديوم. وده المعادله لو انا بقيس السكر الجلوكوز بالملي مول. طبعا الجلوكوز بالملي مول هو الملي جرام بقسمه على 18، ولو انا بحسب الملي مول عاوز احول الملي جرام اضرب في 18. يبقى تاني عندي معادله وعندي مسطره، يا ابلاي هنا يا ابلاي هنا. يبقى ده كلام مهم عشان رؤيه الهاي ترانسلوكيشن هايبوناتريميا تتضح لحضراتكم.
لو قلنا انا عندي بالانس ما بين الاكسترا سولار انترا سولار فلويد، الانترا سولار فلويد هو يمثل التلتين والاكسترا سولار يمثل التلت، وجزء منه موجود في البلاد وجزء منه موجود في الانترستيشن. تعالوا نتخيل الوضع، انا عندي الصوديوم موجود هنا اربع صور 1 2 3 4 وعندي ميه اهوت وفي بالانس بين الاثنين، يبقى ده نورمال كونديشن. لما اضيف ماده هايبرتونيك على البلاد ايه اللي هيحصل؟ اللي هي الماده اللي هي المربع او المستطيل الاسمر ده، هيفضل الصوديوم زي ما هو، لكن هيحصل ايه؟ الميه هتتسحب من الانترا سولار كومبارتمنت تتضاف على الاكسترا سولار فلويد، يبقى يحصل اكسبانشن. الصوديوم ما زادش لكن الميه اللي زادت، لما اجي اقيس الصوديوم هلاقيها هايبوناتريمي. مجرد ان انا ريسيت القصه دي واشيل الماتيريال، يعني اوقف الدراج اللي عامل اوزمولاليتي، يا اما اظبط الجلوكوز اللي عامل هاي اوزمولاليتي في البلاد، يبقى كل شيء يرجع كما كان ويرجع الشخص نورمال. يبقى قلنا لغايه الوقت اول خطوه بعملها بحسب السيرم اوزمولاليتي في المعمل، بيعمل لي ديسكريميشن لاسباب ثلاثه، هايبرتونيك هايبوناتريميا وشرحناه اللي هو ترانسلوكيشن، وبعدين في ايزوتونيك وهايبوتونيك. تعالوا نشوف الايزوتونيك. يبقى انا لو حسبت السيرم اوزمولاليتي طلعت لي في وجود الهايبوناتريميا ان هي ايزوتونيك زي النورمال سيتويشن 280 ل 295، يبقى انا بتعامل مع حاله سودو هايبوناتريميا. باكشولي ما عنديش هايبوناتريميا، لكن الرؤيه في الديلوشن فيها مشكله في الميثود اللي بقيس بيها. انا عندي طريقه قديمه اللي هي الفليم فوتومتري، وديت كومن فيها قوي السودو هايبوناتريميا، وبعدين في ايون سيلكتيف ايون ميثود، وديت برضو ما بتوصلش للزيرو لكن فيها موجوده كان اكزيست السودو هايبوناتريميا، وفي الاندايركت بوتنشيومتري. هنشوف ايه الحاجات اللي بتخلي الاقي عندي سودو هايبوناتريميا. السودو هايبوناتريميا ممكن تحصل بسبب وجود ماتيريالز في السيرم زي الليبيدز هايبر ليبيديميز والبارا بروتينيميا. ساعات انا احنا بنشخص حالات المالتيبل مايلوما احيانا من ان انا افوق بس لسبب الهايبوناتريميا. ايه هايبوناتريميا مع سودو؟ وقلت دي سودو، قلتها سودو ازاي؟ ان ده ايستونيك، ايستونيك مع سودو، فبشوف بعد كده بدور على الالكتروفريس والكلام ده، ممكن الاقي الحاله مالتيبل مايلوما وده برا بروتينيميز وعامله مشكله مع طريقه القياس. يبقى تاني الايون سنسيتيف الكترودز ما بتوصليش القصه دي زيرو، لكن موجود معاها برضو بس بنسبه اقل من الفليم فوتومتري. في عندي حاجه اسمها دايركت بوتنشيومتري. يبقى اذا اللي انا عاوز اقوله ان طريقه قياس الصوديوم ممكن تعمل لي يبقى فيها قلق، وبالتالي تخدمني في الديفرنشال دايجنوس. يبقى اوصل القصه دي ازاي؟ هايبوناتريميا، الاوزمولاريتي نورمال، يبقى سودو هايبوناتريميا. في بعض الناس بتحط الجلوكوز هنا، لكن انا فسرته خلاص ده مش سودو، ده ترو هايبوناتريميا. الميه اشتدت من السيلز راحت للبلاد، خففت الصوديوم بقى ترو هايبوناتريميا، لكن انا ما عنديش خلل في الصوديوم، الصوديوم هنا نورمال، لكن الميثود هي اللي عامله لي القلق بسبب وجود دايلونت حاجات في السيرم بفكر فيها. الموست كومن هي البارا بروتينيميز اند هايبر ليبيديميا. يبقى انا كده خلصت الديفرنشال دايجنوز بالنسبه للهايبرتونيك وبالنسبه للايستونيك. تعال نشوف بقى للقطاع العريض جدا من اسباب الهايبوناتريميا بيقع في الهايبوتونيك هايبوناتريميا. هايبوتونيك يعني الاوزمولاريتي لما اقيسها في المعمل الاقيها قليله وعندي هايبوناتريميا. في ناس تقول لك ده ترو هايبوناتريميا، اوكي. ما ده كان كلاسيك تيتشنج من سنتين فاتوا، ان انا خلاص عندي هايبوتونيك هايبوناتريميا ابص على الفوليوم ستاتس اوف ذا بيشنت. فوليوم ستاتس بعرفها ازاي؟ لو عندي كونجستنج فين وإديما وهايبر تنشن وكلام زي كده، بقى ده هايبر كلينيكالي ايفيدنس الهايبر فوليميز. لو عند العين عينيه داخل لجوه وسانكن ايز ونيك فين فلات وهايبو تنشن يبقى وبشره تايكارد، يبقى ده انا بتعامل مع هايبو فوليميا. ما عنديش دوره ده يبقى كلينيكالي ايوفوليميك. يبقى الفوليوم ستاتس ده بيعمل لي ديسكريميشن لثلاث اسباب لثلاثه كاتيجوريز. الهايبوتونيك هايبوناتريميا از كلاسيفايد بيسد اون استيميشن of volume status into hypovolemic, euvolemic, hypervolemic، وكل واحدة تحتها أسباب. يعني hypervolemic عينين الكونجستيف هارت فيلير، ليفر سيروس، نيفروس سندروم، ادفانس ادرينال فيلير، بيبقوا في هذا القطاع. ليه الليفر ديزيز والنيفروس سندروم والكونجستيف هارت فيلير عندهم هايبوناتريميا وهايبر ورغم ان هم هايبر؟ لانه رغم ان هم hypervolemic الا ان الافكتيف سيركوليتنج فوليوم قليل. effective circulating volume قليل هو determinant الفسيولوجي، فعشان كده كل الهرمون الاندروجين هرمون والاستروجين والكلام ده كله والثمباتيك سيستم بيزيد. ف
فهذا الكلام كله يعمل لي هايبوناتريميا، لان انا عندي الاندروجين هرمون ستيميليتد. الهايبوفوليميا اكوردنج لورين صوديوم، يورين صوديوم اكتر من 20، يبقى دايوريتك منرال كورتيكويد ديفيشنسيز، سيريبرال صوديوم ويستنج سيندرومز، اقل من 10، ده الكلام اللي احنا كنا بندرسه، ديهايدريشن دياريا فوميتنج. والايوفوليميك بيجي على قمتها ساد اتش، لكن وهايبوثايرويديزم واديسون وايديوسينكراتيك وسايكوجينيك اكسرسايز. انا طبعا هقول الكلام ده بشكل تاني اكوردنج للنيو جايد لاينز من كلينيكال براكتس. الكلينيكال براكتس جايد لاينز بتقول ايه؟ اول ما الاقي الكلام ده الاقي هايبوتونيك هايبوناتريميا وريكومند يورين اوزمولاتي، يبقى انت لقيت هايبوناتريميا السيرم اوزمولاتي قليله، يبقى انت في الدومين بتاع الهايبوتونيك هايبوناتريميا. اول خطوه بنعملها بعد كده ايه؟ اليورين اوزمولاليتي اوف سبوت يورين سامبل از ا فيرست ستيب. بس نخلي بالنا ده ريكومنديشن بيزد على ويك ايفيدنس او فيري ويك ايفيدنس. في يورين اوزمولاتي اقل او يساوي 100 مزمول بير كي جي، هنا الجايد لاينز ريكومند اكسبت انيليتيف اكسس ووتر انتيك از ا كوز اوف ذا هايبوتونيك هايبوناتريميا، واحد عمال يشرب ميه كتير. If urine osmolality أكتر من 100، هنا بريكومند انتربريتيشن اوف ذا يورين صوديوم، يبقى انا لو لقيت الاوزمولاليتي في اليورين أكتر من 100 احسب بعد كده الخطوه اللي بعدها اعمل ميجرمنت لليورينري صوديوم. اوكي، if urine صوديوم اقل من 30 ملي مول بر لتر they suggest accepting low effective arterial volume، يبقى ده as a cause of hypotonic hyponatremia. لو اليورين صوديوم أكتر من 30 they suggest guidelines extracellular fluid status and use of diuretic to further differentiate likely causes hyponatremia. وده طبعا زي ما انتم شايفين الايفيدنس، دايما نقرا الجايد لاينز والايفيدنس اللي جنبها. وبعد كده وي سجست اجينست ميجرينج فازوبريستين، يبقى ما بيقيسوش فازوبريستين، يبقى اول ما اشخص هايبوتونيك هايبوناتريميا الخطوه اللي وراها على طول يورين اوزمولاليتي ثم اليورين صوديوم، وما بيقيسوش ال، وده طبعا الالجوريزم. الالجوريزم ده لطيف جدا لانه بيوضح بيحط الحاجات كلها مع بعضها، يعني الصوره طبعا هي صوره صغيره لكن نقولها مع بعض. لو عندك هايبوناتريميا اكسكلود هايبرجلايسيميا اند اذر كوزز اوف نون هايبوتونيك هايبوناتريميا، يبقى نستبعد الترانسلوكيشنال ونستبعد الايستونيك اللي هي بتمثل السودو هايبوناتريميا. بعد كده خلاص انا في الهايبوتونيك هايبوناتريميا، هل بسال نفسي ككلينيشن عندي اكيوت اور سيفير سيمبتومز؟ لو يس ايميديت مانجمنت بهايبرتونيك سلاين، لان ده هيبقى لايف سيفنج وهيحسن الاوتكم. لو ما عنديش اكيوت اور سيفير سيمبتومز يبقى عندي وقت بقى اشوف السبب، اشوف اليورين اوزمولاليتي. اليورين اوزمولاليتي اقل من 100، اقل من او يساوي 100، يبقى برايمري بولديبسيا بشرب ميه كتير، او لو سوليوت انتيك، او واحد عمال بير بوتومانياز. يبقى ده لو الايه، لو اليورين اوزمولاليتي اقل من 100. اكتر من 100 بقيس اليورين صوديوم، اقل من او يساوي 30 يبقى ده لو افكتيف ارتيريال بلاد فوليوم، يبقى ده يا اما هارت فيلر ليفر سيروز نيفروز سندروم. يبقى سهل قوي تشخيص الاشياء ديت. النيفروز سندروم معروف الكومبوننتس بتاعته البروتينوريا والهايبو البوميميا والكلام ده. الليفر سيروز معروف الباترن ومعروف الالترا ساوند، هارت فيلر الكلينيكال والايكوكارديوجرام. لو الافكتيف سيركولين فوليوم هنا كان اكسباندد همشي في التيار ده، لو ريديوسد يبقى ده ممكن دايريا وفوميتنج ثيرس بيس لوسس وريموت دايوريتكس. يبقى ده لو ايه، لو عندي اليورين اوزمولاليتي اقل من او يساوي 100، اليورين صوديوم زائد اليورين صوديوم اقل من او يساوي 30، يبقى انا ببص على الفوليوم وامشي في التيار ده. طب لو اليورين صوديوم اكتر من 30، الاوزمولاليتي اكتر من 100 والصوديوم اكتر من 30، بسال نفسي ده هل ده دايوريتكس في دايوريتكس او كيدني ديزيز؟ لو يس يبقى كونسيدر دايوريتكس او كيدني ديزيز. اف نو اشوف برضه الاكسترا سولار فوليوم ريديوسد، يعني ممكن يبقى فوميتنج، ادرينال انسفشنسي، رينال سولت ويستنج، سيريبرال سولت ويستنج، اوكال دايوريتكس. لو نورمال الاكسترا سولار فوليوم يبقى ممكن يبقى ساد اتش سندروم اوف انابروبريت اندريتيك هرمون سكريشن، سكندري ادرينال انسفشنسي، هايبوثايرويديزم، اوكال دايوريسيس. يبقى ده الايه الفاين الجوريزم. نيجي لاسباب السادج. السادج احنا قلنا سيندروم اوف ان ابروبريت اند دايركت هرمون سيكريشن، يعني مش جاي في الفيسيولوجيكال دومين، ده طالع من مالجنسيز زي كارسينومز بروكوجينيك، كارسينوم ذا ديدينام، بانكرياس، صيموما، والليست دي كلها موجوده قدام حضراتكم. او بالمونري اورز، نيمونياز بانواعها المختلفه، او تيومرز،
وهنا هو سنترال نيرف سيستم باسباب مختلفه زي انكفلايتس منجايتس كارسينومز جيليان بري يبقى اسباب كثيره جدا سيربيلر ان سيربر اتروفي باسباب كثيره في السي ان اس او اذر زي الايدز والبرونج اكسرسايز وديوباثيك ونيفروجينيك. يبقى انا هنا اهوت انا ماشي في سيكونس معين عرفت لو قلت ده سي اتش يبقى هكذا الكلام. وطبعا له كرايتيريا انا ما اقدرش اقول ده العيان ده عنده سندروم في الاندرويد سكريشن الا ما يتوفر فيه عندي اسينشال كرايتيريا وسبلمنتال كرايتيريا. الاسينشال كرايتيريا الافكتيف سيرم اوزمولاتي اقل من 275 لازم هايبوتونيك. اليورين اوزمولاتي اكتر من 100 عشان اقول الكلام ده لانه اكتر من 100 ليه؟ لان القصه كلها الاندرويد هرمون ما يزيد هيشتغل الفيتو ريسبتور فيزود الاكوابورينز فيمتص الميه بقى اليورين في سام سورت اوف كونسنتريشن موجود. العيان كلينيكالي ايفوليميك هو ديفينتلي في ووتر اكسس من شرب من البريزرفيشن ووتر الووتر باري ابسورب لكن انا ما بشوفوش كلينيكال. اليورين صوديوم كونسنتريشن اقل من 30 ملي مول بالليتر واز نورمال دايت سولت اند ووتر انتيك ولازم اكسكلود. يبقى اذا انا قبل ما اقول ده سندروم في الابرويد اندرويتيك هرمون سكريشن لازم استبعد الادرينال ثايرويد بيتوتري اورينال انسفشنسي ده كلام ما فيش فيه انفصال. نو ريسنت يوز اوف دايوريتكس يبقى ده لازم الاسينشال كرايتيريا تبقى موجود. السبلمنتال كرايتيريا ممكن اليوريك اسيد اقل من 4 اليوريا اقل من 21.8 ملي جرام بير ديسيليتر فيلير تو كوريكت هايبوناتريميا افتر سلاين فراكشن صوديوم اكسكريشن اكتر من 0.5% فراكشن يوريا اكسكريشن اكتر من 55% فراكشن يوريك اسيد اكسكريشن اكتر من 12% كوركشن اوف هايبوناتريميا ثرو اوت فلويد ريستريكشن. يبقى انا هنا يبقى ده كلها سبلمنتال كرايتيريا لكن لازم تتوفر الاسينشال كرايتيريا. موضوع حكايه الفراكشن اكسكريشن او فراكشن صوديوم اكسكريشن يوريا اكسكريشن يوريك اسيد بنحسبه ازاي؟ بنحسب الكلام ده ازاي؟ بعمل الكليرنس بتاعه هذه الماده. انا مثلا بتكلم على اليوريك اسيد فراكشن يوريك اسيد اكسكريشن يبقى اليو في الفي على البي بالنسبه لليوريك اسيد يعني يورينري يوريك اسيد مضروب في الفي اللي هو الفوليوم اوف يورين على البلازما يوريك اسيد مقص. الكلام ده كله مقسوم على الكرياتين كليرنس يو كرياتينين في الفي على البي البلازما كرياتين. طبعا لو عملنا القصه دي هتلاقى الفي طار قصاد الفي تتبقى المعادله يورينري يوريك اسيد مضروبا في البلازما كرياتينين مقسوما على اليورين كرياتينين في البلازما يوريك اسيد. ده يدينا على طول فراكشن اكسكريشن اوف يوريك اسيد. يبقى ده عرفنا الاسينشال كرايتيريا وعرفنا السبلمنتال كرايتيريا. يبقى قبل ما اقول عندي سندروم اوف انابروبيت اندرويد هرمون سكريشن لازم تتوفر الخطوات. لازم عندي هايبوتونيك هايبوناتريميا اليورين اوزمولاليتي الصوديوم عالي اكتر من 100 مزمول وعندي الصوديوم اكتر من 30 وابسنس اوف اندوكرينال كوزز ومفيش مشكله في الكيدني ونو ريسنت يوز اوف دايريتيك ايجنتس وممكن ادور على سبلمنتال فاكتورز. ما بنديش احنا ما بنقش الاندريتيك هرمون. عندي نقطتين مهمين جدا سادج وسريبرال سولت ويستنج. السريبرال سولت ويستنج ده مهم جدا. ما بقول سريبرال ويست ايه الفرق بين السريبرال سولت ويستنج والسولت لوزنج نيفروباثي؟ ما هما الاثنين بيفقدوا صوديوم او بيبقى فيهم هايبوناتريميا. السريبرال سولت ويستنج ده عن طريق الكدني لكن في سكوز فوق في البرين يبقى لازم معاها انتراكرانيال بليدنج اي باثولوجي موجود في البرين يعني عشان يفصل عشان يبقى اسوسييتد بالكلام ده. الفرق بينه وبين الساتش ايه؟ تعال نبص كده يعني هما هنا ده نورمال ممكن يبقى الاثنين دول زي بعض صح؟ هنا لو هنا لو اللي هو اليوريك اسيد اليورين فوليوم ده هو فاصل. يبقى اذا هلاقي السريبرال سولت ويستنج اليورين فوليوم كبير اليورين صوديوم ما بيفرقش ما بين الاثنين او يعني هنا بقى الصوديوم فقدانه اكتر لكن اللي يهمني اليورين فوليوم والعيان هنا في مانيفست هايبو فوليميا نورمال نورمال بلد بريشر او ستاتيك هايبوتنشن والسي في بي قليل. يبقى انا عندي هايبو يبقى ساعات بيبقى الدفرنشيشن بينهم فيري ديفيكلت لكن زي ما قلنا كده بنبص على الصوديوم مفقود اكتر اليورين فوليوم. لو اليورين فوليوم في الاول هتلاقيها اكتر يبقى ده مع بالاضافه لوجود ايتيولوجي في البرين. طيب تعالوا نبص على الاكسرسايز اندوس هايبوناتريميا. مين اللي بيبقى معرض للاكسرسايز اندوس هايبوناتريميا؟ لو الاكسرسايز دوريشن اكتر من 4 ساعات لو فيميل جندر لو لو بود ويت اكسسيف درينكينج اوف
water. Pre-exercise overhydration. Abundant availability of drinking fluids at the event. أو استخدام non-steroidal أو extreme hot or cold environment. كل الأشياء دي بتخلي الشخص more risky for exercise induced hyponatremia. والتفسير بتاعها هو sodium loss عن طريق sweating and excessive water. يبقى أنا خلصت من يبقى اتخلصت من طلع hypotonic fluid عن طريق sweat gland. هنا هو excessive oral fluid intake hypotonic fluids. Metabolic water production جسم ماله inhibit inability to mobilize the sodium stores impaired renal water excretion سواء عن طريق زيادة increase androgenic hormone هنا بالأسباب ديت أو impaired diluting capacity بالأسباب ديت. يبقى كل الكلام ده ممكن يعمل لي exercise hyponatremia. وعلشان كده الأمريكان كوليدج اوف سبورت أو association of sport بتريكومند لو الشخص يلعب رياضة خاصة رياضة عليه فيها عرق كثير يبقى الشخص ياخد الووتر فيه كمية صوديوم تقريبا نص جرام برليتر على ما أنا فاكر. هنا برضو الاندوكراين كوز لابد نخلي بالنا منها لانها ممكن تبقى نيجلكتد وانا ساعتها لو عالجت الايتيولوجي بتاعها بعالج البيشنت راديكالي. ما انساش الهايبوثايرويدزم مهمه جدا او الهايبوثايرويدزم ديت لان ممكن تيجي بادفانسد ستيت اوف ميكسيديما كوما ومعاها هايبوناتريميا يبقى خلي بالك. القصه السلايد دي مهمه جدا. انا عندي نهوت الدنيا لو متظبطه الصوديوم يبقى نورمال الادابتيشن انا في بالانس ما بين البرين وبين الانترافاسكال كومبارتمنت. الصوديوم 165 145 الاوزمات بتاع السيرم نورمال البرين نورمال الدنيا ماشيه كويس جدا. تعال نشوف لو حصل هايبوناتريميا ايه اللي هيحصل وخاصه لما يكون رابد. انا لو هي لو لو هو اصله هايبوناتريميا البرين هيتفاعل مع هذا الكلام هو اوزمولر فيفقد ايدوجينيك اوزمول زي البوتاسيوم واشياء اخرى وامينو اسيدز وكلام زي كده بحيث يتعادل مع البلاد عشان ما يحصلش لو انه فضل هايبر اوزمولر والبلاد هايبو تونيك ايه اللي هيحصل ايه المايه اتحرك من البلاد للبرين يحصل برين ايديما. وعشان كده في الحالات السيفير هايبوناتريميا الرابد انا ببقى خايف من البرين ايديما. الحاجه الثانيه يبقى اذا ده شيء مهم. طيب لو انا جيت في الهايبوناتريميا وقمت عامل رابد كوركشن. رابد كوركشن معناها ايه؟ رفعت الاوزمولاريتي في البلاد رابد البرين بياخد وقت يعني يكون ايدوجينيك اوزمول تاني. ففي الحاله ديت البلاد هيبقى هايبر وهو هايبو فيحصل ايه؟ البلاد فالميه تتحرك من البرين سيلز للبلاد وده اللي بيسمى بونتاين مالينولايسس ويعمل ممكن تصل لكوادربليجيا ايفن مورتاليتي وده بيبقى اخطر من الهايبوناتريميا. يبقى نرجع بقى للكونسبت. لو انا نورمال برين ونورمال اوزماتيك كل شيء تمام لو حصل بعد كده immediate effect of hypotonic البرين هيجي له ميه فبرين ايديما هيستعيد المنظر ويعمل يتخلص من loss of sodium potassium and chloride وامينو اسيدز بحيث يبقى adapted. لو انا جيت اشتغلت improper therapy رفعت الاوزمولاريتي بتاعت البلاد مره واحده هيحصل ان البرين سيلز هتفقد الميه ويبقى في damage والدمج ممكن زي ما قلت كوادريبريس وخلافه. لكن لو انا عملت فاين ري ادجستمنت ومشيت بهدوء وماشي برزم معين ده وده طبعا ده هو الاساس المانجمنت اوف هايبوناتريميا هو الكلام ده. لازم ابقى عارف مين الاشخاص العرضه للسيريبر ايديما في الهايبوكسيك بيشنتس بوست اوبرتيف وقلنا البوست اوبرتيف بيحصل ريليز اندريت هرمون البري منوبوزال وومن الدرلي وومن السازايد ده خطير جدا البوليديبسيز بيشنتس اللي بعمليه يشرب ميه كتير تشيلدرن الماراثون رانرز الاوزموتيك ديمايلينيشنز الالكوهوليكس المال نارجد بيشنتس الهايبوكاليميك بيشنتس بيرن بيشنتس بيشنتس بريفيس هايبوكسيك ابيسودز الدرلي وومن اون سازايد وسيرم صوديوم 105. يبقى لو الصوديوم لو انا عندي سيفير هايبوناتريميا بايوكيميكال ومعاها سيمتوماتيك وهعمل كوركشن بيبقى الريت اوف كوركشن بمشي بيه بالراحه البيس بالراحه لان ما ينفعش 105 هتبقى 130 في يوم واحد ويبقى اذا هيجي العيان بونتاين مايلولايسس او اوزموتيك ديمايلينيشن. انا عارف ان انا مش هتناقش تريتمنت معاكم لان التريتمنت ده شغلنا وشغل اي سي يو احيانا لكن عاوزين نعرف الفورمولاز. في فورمولاز انا المفروض هدي العيان اي حاجه اتوقع ايه اللي هيحصل فانا هدي له اي حاجه فيها صوديوم. انا بحب المعادله الثانيه دي اي حاجه فيها انفيزيت صوديوم زائد بوتاسيوم عشان تعرفوا ان البوتاسيوم اللي بتعطى بيأثر على السيرم صوديوم لانه بيشتغل على الصوديوم بوتاسيوم اكتيفيز بامب
ما يشتغل على الصوديوم مادة بوتاسيوم، البمبة هتنشط فتقوم تطرد تقوم تخلي لي الصوديوم في البلاد، يبقى هتزود الصوديوم والبوتاسيوم يخش في الخلايا. يبقى عشان كده بندي بوتاسيوم مع صوديوم بنجمع الاثنين مع بعض، ناقص السيرم صوديوم على توتال بود ووتر زائد 1 زائد 1 اللي هو بيحسب التوتال بود ووتر ازاي، هو الفراكشن اس فراكشن اوف بود ويت 6/10 في النون ايلدرلي مين، ونص ان نون ايلدرلي وومن، ونص و45% ان ايلدرلي مين اند وومن ريسبكتيفلي، يعني تقريبا بنضرب في نص او 6/10 وفي الوزن واحطها تحت زائد 1 واشوف انا اديت البيشنت ايه الفلوز، لازم اعرف الكونتينس بتاعتها. يعني ال 5% صوديوم كلورايد انا طبعا ما بستخدمتوش خالص ده في حياتي، انا بستخدم لكن استخدمت ال 3% كثيرا، يبقى عارفين ان ديت 855. يعني لو اديت طبعا بنحسب على المعادله، يعني لو اديت لتر من هنا 855 هحطه هنا، لو الصوديوم هنا 100 و115 يبقى الفاصل ما بينهم هيبقى 740، واشوف التوتال بود ووتر واشوف الكلام ده. لو انا حسبت المعادله ولقيت ان انا لو اديت لتر هيرفع لي الصوديوم مثلا 10 مل مول بر لتر، طيب انا عاوز ارفع ال10 دي لو الريت ده انا عاوزه في خلال، ولا عاوز 5، عاوز 5 في 24 ساعه مثلا، يبقى انا عاوز ادي نص لتر من 3% على مدار 12 ساعه، على مدار ال24 ساعه الاولانيه. يبقى تاني بحدد انا عاوز ارفع الصوديوم قد ايه، وبعدين اشوف الفلويد اللي هستخدمه هيتعامل مع الصوديوم ازاي. لو والفلويد اللي بستخدمه كومنلي لو سيمتوماتيك واكيوت هايبوناتريا بستخدم 3% صوديوم كلورايد، احسب الاول انا عاوز اصلح الصوديوم قد ايه في قد في خلال زمن قد ايه، في الغالب من 5 في ال 24 ساعه لو هو اكيوت هايبو، او 5 من 5 ل 6 في ال 24 ساعه واشوف انا عاوز. وبعدين اهم نقطه، اهم من كلمه 5 ولا 6 ولا 10 ولا الكلام ده، اهم حاجه هو ان انا اتتبع السيرم صوديوم فريكوينتلي، اتتبع العيان السيمتوماتولوجي فريكوينتلي. يعني انا لو اشتغلت على عيان كوماتوز وبدا يفوق بهدي الريت خالص، لاني لو انا عملت رابيد كوركشن ممكن اجني عكس اللي انا متوقعه. يعني في الاكوت هايبوناتريميا المعدل بيقول لك 1 ملي مول بر كي جي بر اور، احنا في الغالب بنخاف كمان، يبقى عشان كده بقول 5 في 24 ساعه 5 ملي مول. هتيجي ازاي ال 5 ملي مول؟ احسب في المعادله دي اشوف اللتر هيعمل لي كام، هيعمل لي 10 يبقى عاوز نص لتر، هيعمل لي 20 يبقى عاوز ربع لتر، ايا كان اللي بيطلع انا بعمل حاجات افتراضيه. عالجت الاكوت سيتويشن وعالجت الكرونيك هايبوناتريميا واستخدمت الفلويدز بتاعتي، المفروض ان انا بمشي مع البيشنتس على طول الخط بقى ريستريكت الووتر انتيك، لان ريستريكتنج الووتر انتيك ده هيظبط لي الايه، هيظبط لي ان ما يحصلش الامبالانس تاني ويحصل هايبوناتريميا، لان انا قلت في الاول انه الهايبوناتريميا هي معبر عن الامبالانس في الووتر. طب في معادله للكلام ده؟ في معادله للكلام ده، انا عشان اقول للعيان بعد ما ظبطت السيتويشن الحاد عاوزه بقى يفضل على ووتر ريستريكتد، فاقول له ايه، في معادله بنحسبها اليورين صوديوم زائد اليورين بوتاسيوم مع السيرم صوديوم، لو طلعت اكتر من 1 اقول له اشرب اقل من 500 مللي في اليوم، طلعت 1 يبقى 500 700، اقل من 1 ممكن 1 لتر بير داي. يبقى اذا برضه في النهايه هو راشونال ان انا اعمل ريستريكشن، وعلشان كده بيقولوا ما فيش حاجه اسمها نو تريتمنت فور هايبوناتريميا، ما انا ما اعمل ووتر ريستريكشن ما ده تريتمنت، عشان كده كل اي هايبوناتريميا شود بي تريتد، لان ممكن العيان يجي لي. وكان في مقاله عجباني جدا، هل فعلا هناك ما يسمى بالاسيمتوماتيك هايبوناتريميا؟ لا، وقالوا لا ما فيش حاجه اسمها اسيمتوماتيك هايبوناتريميا، العيان ممكن يجي لي واحد كبير في السن ويجيب فولز، والفولز ممكن تبقى سببها الهايبوناتريميا. انا بحط ديت مش عشان ناقش تريتمنت مع بعض، العيان ده الصوديوم 96 البوتاسيوم 1.6/10، انا عاوز اقول ان اللابوراتوري بارامترز ساعات بتخليني امشي في اتجاه معين. اما بقى عندي سيفير هايبوناتريميا وسيفير هايبوكاليميا بصلح الاول الهايبوكاليميا، لو صلحت الهايبوكاليميا وممكن مع تصليح الهايبوكاليميا، انا لسه قايل من شويه ان الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب هتبقى اكتيفيتد، هيطلع لي الصوديوم يبقى في البلاد، ممكن زياده الصوديوم نتيجه لتصليح البوتاسيوم يبقى هو ده الريت اللي انا عاوزه في التوقيت ده. لو بعد كده ما تحسنش ممكن ادي 3% سلاين عادي. يبقى اذا في السيفير هايبوكاليميا مع السيفير هايبوناتريميا بعمل كوركشن الاول للهايبوكاليميا، وبعد كده عيني على العيان اشوف السيمتوماتولوجي شو بتحسن، وهنا بنعمل موتورنج اون اورلي بيزس، يعني
بقيس صوديوم تسم لان انا بتعامل مع سيتويشن فيري كريتيكال. ما تجيش تقول لي انا ما عنديش مقياس، ما عندناش صوديوم ميجرمنت، ما عندناش بتسم، امال هنتعامل مع البيشنت ازاي؟ ده بنهي المحاضره ديت، بس بفرج حضراتكم على نشاط الناس بره في اللي بياخدوا امور جديه. يعني دي كلمات متقاطعه كلها بتناقش موضوع الصوديوم، يعني هنا الافق والراسي كلها بتناقش اسباب وحاجات زي كده. فاحنا نفسنا نبقى جادين لان حياه البيشنت تستاهل هذا الكلام. لو عاوزين تسمعوا بقى الهايبوناتريميا او الالكترود ديستربنس ان جنرال ارت اوف مانجمنت احد الفيديوهات. وبشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.